معاكم الكاينوسيولوجي وهنعرف يعني ايه كاينوسيولوجي. طيب الكاينوسيولوجي هقسمها لمقطعين، كاينيزيس واولوجي. كاينيزيس دي معناها حركة، واولوجي معناها ستادي، فبالتالي الكاينوسيولوجي معناها دراسة الحركة. يعني بيقول لي الكاينوسيولوجي is a study of human movement. طيب عندي ثلاث حاجات بتعرفني الموفمنت بتاعت البادي، اللي هي الاناتومي والفسيولوجي والبايوميكانيكس. طيب احنا عرفنا ان الكاينوسيولوجي حركة. طيب عندنا نوعين من الحركة، طيب ترانسليشن وروتيشن. تمام، الترانسليشن والروتيشن يعني ايه؟ ترانسليشن دي يعني بطلع لقدام يا اما برجع لورا، بمشي يمين يا شمال، يعني في اتجاه دايركت، يعني باتجاه بيكون بارل، بيكون موازي. فهنا بيقول لي اللي هو لينر، يعني من الاخر انا دلوقتي طلعت لقدام، هل انا مثلا لفيت رحت كده لا، انا خدت خلاص طلعت لقدام، فانا خدت الحركه بتاعتي كانت دايركت على طول، فده الترانسليشن. تمام، الروتيشن بيكون سيركولر. يعني ايه سيركولر؟ يعني بيكون بيلف حوالين حاجه، بيلف حوالين الاكسس. تمام، ادي السنتر وهو بيلف حوالين، فهو كده بيكون روتيشن، بيعمل روتيشن. طب هنا بيقول الاكزامبل بتاعتها اللي هو الكلوكوايز اند الكاونتر كلوكوايز. طيب والترانسليشن زي ما قلنا ان ده بيكون خط، بيكون حركه بتكون دايركت، بتكون بارل، زي اللي هو فرونتال رايت ليفت كده. تمام، والروتيشن اللي هو سيركولر وبيكون الاكزامبل بتاعتها اللي هو كلوكوايز او الكاونتر كلوكوايز. تمام، طيب انا ليه بدرس الكاينوسيولوجي؟ الكاينوسيولوجي بتعرفني الحركة بتاعت الماسلز، يعني عندي البايسبس. تمام، البايسبس دي بتعمل ايه؟ بتعمل فليكشن. تمام، طيب انا من خلال دراستي للكاينوسيولوجي الماسلز دي عملت فليكشن ازاي، يعني شدت البون ازاي عشان تعمل فليكشن، فده انا هعرفه من الكاينوسيولوجي. تمام، وبرده بتعرفني النورمال بتاع الاكشن بتاع الماسلز. طيب ما انا لو اوريدي، لو انا عارفه النورمال عارف اشخص الشخص اللي قدام المريض، فهي لو جالي واحد مثلا مريض بيعرج او عنده مشكله في اي حته في جسمه مثلا في دراعه بتاع، فانا اوريدي طول ما انا عارفه ان الماسلز دي بتعمل اكشن كذا، فلما الان هو مش بيعرف يعمل اكشن ده فخلاص هو عنده مشكله في الماسلز دي، فده برضو من خلال دراستي للكاينسيولوجي. تمام، طيب وبرضو في الجيم في الاكسرسايز، يعني مثلا لو انا بعمل حركة معينة فلازم اكون عامل وضعية معينة من جسمي عشان المصل احرك المصلز دي، بس او اكيد هيكون معاها كم مصل يعني، بس اللي هو بحرك المصلز دي اللي هو يعني مثلا انا عايز اعمل المسلز البايسبس مثلا، فانا اعمل فليكشن. تمام، فاللي هو الكاينوسيولوجي بيعرفني برضو الوضعيات اللي هو مثلا فارد ظهري، فارد رجلي مثلا، الكلام ده اللي هو في الجيم اللي هو بيقول لهم تعملوا كذا، انت بتعمل حركة ده، الحركة الصحيحة كذا، الحركة الصحيحة كذا، وما ينفعش نعمل كذا، وما ينفعش نعمل كذا لما اعمل الحركة دي. فده برضو من خلال دراستي عندي الحركة مقسومة لحاجتين، كاينيماتكس وكاينيتكس. طيب الكاينيماتكس دي بوصف الحركة بس لكن without the force. تمام، انا مش بوصف السبب او اللي خلاه، ما بقولش يعني ايه الفورس اللي اثرت على الماسلز دي مثلا هي تعمل الحركة دي. تمام، لكن الكاينيتكس انا بوصف سبب الحركة، بوصف تأثير القوة
دي على الجسم حركته ازاي، تمام. لكن زي ما قلنا الكاينيماتكس without الفورس، لكن الكاينيتكس انا بوصف الحركة سبب الحركة، الكاينيماتكس بوصف الحركة بس، تمام. طيب الاستو كاينيماتكس، استو معناها اللي هو عظام، وكاينيماتكس زي ما احنا عارفين اللي هي حركة، تمام. الاستو كاينيماتكس بوصف الحركة دي بالنسبة للمستوى البلان، تمام. عندي 3 بلان هنا اللي هو السيجيتال والفرونتال والهوريزونتال اللي هي ترانسفيرس، تمام. هنعرفهم دلوقتي. البلانز اللي هو بيقول بيكون خط وهمي، وده اللي هو من خلاله انا هقدر احدد الاكشن او الحركة، يعني هو عبارة عن خط مستقيم يكون وهمي وتدور حوله ايه الموفمنت، تمام. عندي اشرحهم مع الرسمة اسهل واحسن. الثلاثة بلانز عندي الساجيتال والفرونتال واللي هو الهوريزونتال اللي هو ترانسفيرس برضو، تمام. الساجيتال بيكون خط من قدام لورا، بيكون اهو زي ما انتو شايفين بيكون من قدام لورا، بيقسم الجسم لي نصين يمين لا ريفت ورايت، تمام. فهو هنا هيقسم الجسم نصين ليفت والرايت. طيب الفرونتال هيقسم الجسم بيكون هو طيب ايه سايد تو سايد، فروم سايد تو سايد، وده هيقسم الجسم انتيريور وبوستيريور، تمام. طيب الهوريزونتال او ترانسفيرس ده هيقسم الجسم سوبيريور وانفيريور، تمام. تمام طيب هنيجي نحدد الاكشن بالنسبه للبلين كل بلين. طيب الساجيتال من خلال الخط البلين اللي احنا شايفينه خلاله هيكون الاكشن عامل ازاي، يعني انا بعمل الاكشن بالنسبه للبلين، انا بحدد الاكشن بالنسبه للبلين، طيب بيكون يعني قصاد البلين. طيب هنا في ساجيتال هيكون فليكشن واكستنشن، تمام. طيب الفرونتال هيكون ايه ابدكشن وادكشن، وزي ما احنا عارفين برضو الهوريزونتال عندنا هنا الاكسس اوف روتيشن، تمام. يعني اختصرت الكلام ده كله ان بيقول لي كل عندي كل بلين ليه اكسس، تمام. البلين بيكون ايه، بيكون زي ورقة، تمام، يعني حاجة عريضة زي ما احنا لسه واخدينهم دلوقتي. اما الاكسس بيكون خط، تمام. الاكسس بيكون ايه خط، فعندي لازم الاكسس يكون بيربنديكولار على البلين، يعني الاكسس ادي البلين، يعني مثلا هنقول ان دي الترانسفيرس، تمام. ده بقى اكسس، تمام. فعندي ان لازم يكون الاكسس بيربنديكولار عمودي على البلين، ادي البلين وادي الاكسس اهو عمودي عليه، تمام. ده اختصار الكلام. نرجع للرسم تاني عشان نوضح الاكسس كل اكسس، تمام. اول حاجة عندنا عندنا هنا دي اللي هي الفرونت، تمام. وعندي الاحمر ده اللي هو الساجت، تمام. وعندي الاخضر ده اللي هو ترانسفير، وصفر يعني في الباقي، تمام. ف
فهنعرف الاكسس، كل اكسس بتاع كل بلين. تمام، الاكسس بتاعت الساجيتال، تمام، سوري، الاكسس بتاعت الساجيتال، الاكسس بتاعت الساجيتال عندنا اللي هي الفرونتال. ادي زي ما احنا شفنا ان الساجيتال، مش عارف استعمل البتاع ده، تمام، ان الساجيتال اهو، تمام، ده البلين. طيب ايه اللي بيكون هيكون بيربنديكولار عليه؟ زي ما احنا اتفقنا ان هو لازم يكون عمودي عليه، ان الاكسس لازم يكون عمودي على البلين. طيب ايه اللي هيكون عمود عليه؟ فهيكون عمود على الفرونتال، تمام. فبالتالي عندي واي ده، سوري، كان هو هنا المفروض هنا واي، تمام، هنا مفروض واي، تمام، واي هنا ده هو ايه اللي هو فرونتال اكسس، تمام. طيب بالنسبه للزد اللي هو احنا هنقول ان ترانسفيرس ده، ترانسفيرس، عشان بس انا عايزه امسح اللي انا عملته ده، ماشي، عشان بس تبان واي، تمام. احنا قلنا هنا الواي دي هتكون الفرونتال، تمام. طيب الفرونتال اكسس، تمام. طيب نمسك بقى الترانسفيرس، هنمسك الترانسفيرس اللي بيكون بيربنديكولار عليها عندنا اللي هو اللونجتيودينال، تمام، اللونجتيودينال هيكون عمود على الترانسفيرس. طب يجي واحد يسألني، طيب هو ليه الترانسفيرس مش عمودي على الساجيتال؟ ليه؟ اقول لكم ليه. يعني ان الترانسفيرس لو انا عملت خط منه اكسس هيكون فرونتال، فطول ما هو فرونتال ايه اللي هيكون عمود عليه؟ اللونج تيودينال، تمام. طيب بالنسبه، طيب لي احنا قلنا كده الترانسفيرس والساجيتال، بالنسبه للفرونتال، الفرونتال اللي هو الازرق ده ايه اللي هيكون عمود عليه؟ الساجد، تمام. فكده اللي عمود عليه هو الساجد، يعني الفرونتال العمود عليه ايه؟ هو الساجد. يبقى هنا اكس معانا ساجد اكسس، وعندنا الواي فرونتال، وعندنا الزد اللي هو اللونج تيودينال اكسس، تمام. طيب هنيجي نقسم كل اكسس، امسح بس ده كله، هنيجي نقسم كل اكسس او نعرف اتجاه او مسار كل اكسس، تمام. اول حاجه هنبدا باللونجيتيودينال، اللونجيتيودينال اكسس هيبقى جاي سوبيريور او انفيريور، سوبيريور لانفيريور او من inferior لsuperior. طيب الفرونتال هيكون side to side، frontal هيكون side to side. طيب الساجيتال axis هيكون anterior و posterior، الساجيتال هيكون anterior و posterior، تمام كده، تمام. ده اختصار الكلام اللي احنا قلناه. هنبدأ في أنواع المفاصل الزلالية، تمام؟ تمام، فبيقول أنواع المفاصل الزلالية دول ستة، تمام؟ ومتقسمين لست أنواع بناء على إيه أو على أساس إيه؟ على أساس الشكل الشيب والتركيب المفصل. فبيقول synovial jointes are classified into six different categories on the basis of the shape and structure of the joint. يعني المفاصل الزلالية بتتقسم لست أنواع،
بناء على او على اساس الشكل وتركيب المفصل. تاني حاجة بيقول معلومة برضو مهمة، ان شكل الجوينت بيأثر في شكل المفصل، بيأثر في نوع الحركة اللي مسموح بيها في المفصل. تمام. بعد كده بيقول لي ال6 انواع بتوع سينوفيال جوينتس، اللي هم البلانر جوينت والهنج جوينت والبيفوت جوينت والكوندلويد جوينت والسادل جوينت والبول اند سوكت جوينت. تمام، فنبدأ في اول واحد فيهم ونجيب لك اهو كتير اللي هم الستة، يعني كتير صور ليه كل نوع مفصل زلالي من الستة. نبدأ في اول واحد اللي هو البلانر جوينت. هو هنا انا مقسم الموضوع لأكتر من نقطة. حلو. اول نقطة في البلانر جوينت، عشان ان ايه، في اسلوب عندي ان انا لما اشوف قطعة كبيرة او فقرة كبيرة كده بجزئها، يعني بعمل فيها 1 2 3 4، بعمل فيها نقاط. كويس تمام. ايه بقى البلانر جوينت؟ البلانر جوينت زي ما هو كاتب في الاول، بلانر جوينت have bones with articulating surfaces that are flat or slightly curved. يعني في المفاصل الزلالية اللي من النوع البلانر جوينت بتكون فيها الأسطح المتمفصلة بتاعة العظم مسطحة أو منحنية، يعني فيها انحناء. تمام، فالبلانر جوينتس بيكون فيها العظم إيه، الأسطح المتمفصلة بتاعته بتكون مسطحة أو كيرفد منحنية، يعني فيها انحناء. تاني حاجة، البلانر جوينت بيسمح بحركات زحلقة. تمام، جيلدنج موفمنتس، بيقول لي زيس جوينتس الاو فور جيلدنج موفمنتس. تمام، فبيقول زيرفور بعديها بيقول لي ذا جوينتس ار سم تايمز ريفيرد تو اس جلادنج جوينتس. هو بيقول بيتكلم عن ايه هنا؟ ان البلانر جوينت بيعمل الجليدنج موفمنتس، حركات زحلقه. فمعنى كده ان البلانر جوينت ممكن اسميه اسم تاني اللي هو الجليدنج جوينت، ده هو قصده. بعدين بيتكلم ان الرينج اوف موشن اللي هو مدى الحركه بتاع المفصل هنا في المفصل ده بيكون محدود ليميتد، والمفصل ده مش بيعمل حركه الروتيشن. تمام. فبعد كده بيتكلم عن مكان البلانر جوينتس في الجسم. ايه مفاصل في الجسم نوعها بلانر جوينتس؟ هي ايه المفاصل اللي بين الكاربال بونز اللي في الهاند، يعني بلانر جوينتس بتكون موجودة في الكاربال بونز بتاعت الهاند والترسل بونز بتاعت الفوت. تمام، وكمان البلانر جوينتس بتكون بين الفقرات في العمود الفقري، بتوين فيرتبري. تمام. فبعد كده هنروح للمفصل الزلالي اللي من النوع ده اللي هو البيفوت جوينت. البيفوت جوينت ده مفصل زلالي بتكون في عظمة نهايتها مدورة او مكورة، والعظمة دي اللي احنا لسه قلناها نهايتها مدورة او مكورة بتواجه عظمة تانية ايه عاملة خاتم او في شكل خاتم. تمام، في زي ما بيقول هنا بيفوت جوينتس consist of the rounded end of one bone fighting into a ring formed by the other bone. يعني البيفوت جوينت بيتكون من عظمة نهايتها مدورة او مكورة وبتواجه عظمة تانية عاملة خاتم او في شكل خاتم. تمام، والاتنين بيتمفصلوا مع بعض في البيفوت جوينت، في جوينت اسمه يعني بيفوت جوينت. تمام، المفصل ده بيسمح بحركة الروتيشن، فهو بيقول this structure يعني التركيب ده اللي هو المفصل ده يعني بيقلو بيسمح بروتيشنال موفمنت، يعني بيسمح بحركة الروتيشن. تمام، as the rounded bone moves around it is own axis. واني الروندد بون اللي هي البون اللي نهايتها مدورة او مكورة، تمام، بتتحرك حوالين محورها الاكسس بتاعها. تمام، طب ايه المثال بتاع البيفوت
جوينت في الجسم. يعني ايه المفاصل اللي في الجسم اللي نوعها بيفوت جوينت؟ هي المفاصل، او بشكل اصح المفصل اللي بين الفقرة العنقية الاولى والفقرة العنقية التانية، تمام، اللي هما الفيرست اند سكند فيرتبري اوف ذا نيك، تمام. فالبيفوت جوينت المفصل ده بيكون فين في الجسم؟ بين الفقرة العنقية الاولى والفقرة العنقية التانية، تمام. وده بيخلي الهيد تعمل موف باك اند ايه اند فورست، تمام. زي الصورة الجاية، يعني نقطة الحركة اللي هي باك اند فورست دي هتلاقيها هنا اهي، تمام. ان الراس هتوديها يمين وهتوديها شمال. الصورة توضح اكتر من الكلام، الصورة هتوضح اكتر من الكلام بشكل فعلي، يعني هو هتوضح اكتر من الكلام صح يعني، تمام. او زي ما انت ايه شايف ان البيفوت جوينت اللي هو المفصل الزلالي اللي بين الفقرة العنقية الاولى والفقرة العنقية التانية بيخلي الهيد تتحرك شمال ويمين زي الصورة كده، وانت باين قدامك في الصورة اللي على الشمال اني في عظمة نهايتها مدورة وعظمة تانية عاملة خاتم او في شكل خاتم، والاتنين مفصلة مع بعض، وده مثال على ايه المفصل الجلالي ده اللي هو البيفوت جوينت، ان هو موجود بين الفقرة العنقية الاولى والفقرة العنقية التانية في العمود الفقري. بعد كده هنشرح المفصل الجلالي ده اللي هو الهنج جوينت. بيقول ان الهنج جوينت المفصل الجلالي ده بيتكون من عظمة نهايتها مدورة او مكورة، وعظمة تانية مجوفة يعني نهايتها فيها تجويف هولو، تمام. فهو بيقول هنا ان هنج جوينتس ذا سلايتلي راوندد اند اوف وان بون فايتس انتو ذا سلايتلي هولو اند اوف ذا اوزر بون. يعني الهنج جوينت بتكون من عظمة نهايتها مدورة او مكورة، والعظمة اللي هي نهايتها مدورة او مكورة بتواجه او بتتمفصل مع عظمة تانية مجوفة يعني فيها تجويف هولو، هولو بون يعني، تمام. وبيتكلم عن ايه تاني في المفصل ده؟ بيقول ان المفصل ده بتكون في عظمة استاتوري يعني ثابتة، وعظمة تانية بتكون متحركة يعني بتعمل موفينج بتتحرك. فبيتكلم اني زي ما هو كاتب in this way one bone moves while the other remains statutory statutory يعني ثابت، تمام. similar to the hinge of a door. بيقول ايه الهنج جوينت ده بتكون في عظمة بتتحرك وعظمة تانية ثابتة، تمام. والمفصل ده بيشبه الهنج of a door يعني مفصلة الباب، اني انت عندك حاجتين، مفصلة الباب والباب نفسه، مفصلة الباب ثابتة، فدي هو هنا مشبهها بالعظمة الاستاتوري اللي هي الثابتة بتاعت الهنج جوينت. والباب نفسه بقى انت بتحرك وبتقفل وبتفتح فيه وبتشده وبتسحبه وهكذا، تمام، عشان تفتح عشان تفتح اوضة مثلا او حاجة زي كده. فانت الباب بتحرك، فالباب ده بقى هو مسميه بايه او مشبهه بايه؟ بالعظمة اللي بتعمل موفنج المتحركة التانية بتاعت الهنج جوينت، علشان الهنج جوينت بتكون من عظمتين، عظمة متحركة وعظمة استراتوري. المتحركة زي هو مشابهة بالباب في مفصلة الباب او في المثال بتاع الباب ده، تمام، والمفصلة، تمام. والمفصلة الباب هو مشبهة بالاستراتوري بون، العظمة الساكنة اللي مش بتتحرك في المفصل ده، تمام. بعد كده بيتكلم اني الهنج جوينت، تمام، عنده مثالين يعني ايه مفاصل في الجسم نوعها هنج جوينت، تمام، اللي هم ايه مفصلين الالبو جوينت والني جوينت، تمام. الني جوينت اللي هو في اللور ليمب، تمام. فالاتنين دول هنج جوينتس، تمام. فبيتكلم معلومة تانية، بيقول ايه
ان الني جوينت بيتصنف على انه موديفايد هنج جوينت، يعني هنج جوينت معدل، ان هو ايه مسك الهنج جوينت، يعني المصطلح الاساسي بتاعه الرئيسي واللي هو موجود اساسا في الالبو جوينت، تمام، او الالبو جوينت تمام، وعمل عليه تعديل تاني، عمل عليه تعديل فنتج بقى الني جوينت. فالهنج جوينت زي ايه؟ الالبو جوينت والني جوينت، والني جوينت هو بيقول عليه موديفايد هنج جوينت، يعني هنج جوينت معدل، تمام؟ يعني المصطلحات الأساسية بتاعته اللي هو عظمة ثابتة وعظمة متحركة ده موجود، تمام؟ وضاف لي حاجات تانية يعني عدل فيه، تمام؟ كويس خالص. أهلا، هنا في المفصل ده اللي هو الكوندلويد جوينت، ده مفصل زلالي، تمام. فالمفصل الزلالي ده زي ما هو مكتوب ايه، بيتكون من عظمة نهايتها بيضاوية وعظمة تانية ليها تجويف، يعني هولو، بيدخل فيها العظمة دي اللي هي فيها تجويف، بيدخل فيها النهاية البيضاوية للعظمة التانية اللي احنا لسه كنا متكلمين على اللي هي نهايتها بيضاوية، تمام. فهو بيقول الكوندلويد جوينتس كونسيست اوف ان اوفال شيبد اند اوف اون اوف وان بون فايتنج انتو سيميلارتي اوفال شيبد هولو اوف انذر بون. يعني الكوندلويد جوينتس دي مفاصل زلاليه بتتكون من ايه؟ بتتكون من عظمه نهايتها بيضاويه، تمام، وعظمه تانية ليها تجويف، تمام، هولو، تمام، والنهايه البيضاويه للعظمه الاولى بتدخل في تجويف العظمه التانية، تمام. تاني حاجة بيتكلم عن الاسم التاني لكوندلويد جوينت اللي هو إليبسويد جوينت، فهو بيقول this is also sometimes called an ellipsoidal joint، يعني كوندلويد جوينت الاسم التاني إليبسويدال جوينت، تمام. المعلومة التالتة يعتبر بعد اللي بيتكون من ايه والاسم التاني ليه، هو ان الجوينت ده المفصل الزلالي ده بيسمح بحركه زاويه على محورين، فبيقول this tube of joint allows angular movement along two axes، يعني مفصل الزلالي ده بيسمح بحركه زاويه، يعني حركه بزاويه، تمام، على محورين اتنين، تمام. بعدين بيتكلم عن زي ايه مفاصل في الجسم نوعها كوندلويد جوينتس، كوندلويد جوينت اللي هم ايه المفاصل اللي في الجسم اللي هو اللي نوعها كوندلويد جوينتس، هما ايه؟ الجوينتس المفاصل بتاعه الريست والفينجرز، الريست جوينت احنا عارفين الريست جوينت نوعه كوندلويد جوينت كده، تمام، والجوينتس اوف ذا فينجرز. فايه مفاصل في الجسم نوعها كوندلويد جوينتس؟ هما الجوينتس بتاعه الريست والفينجرز، مفاصل الفينجرز، تمام، الاصابع، والريست جوينت، يعني الريست جوينت كوندلويد جوينت نوعه، تمام، والمفاصل الفينجرز الاصابع برضو كوندلويد جوينتس، تمام. بس كده الكوندلويد جوينت ده شرحه. فهنا بقى هنكمل، هنلاقي صورة. الصورة دي بتكلم عن ايه؟ ان ال على الميتاكاربو فلانجيال جوينتس بتاعت كل الاصابع ما عدا الصنب، لان الميتاكاربو فلانجيال جوينت اللي هو اختصاره ام سي بي جوينت، تمام، بتاع الصنب، تمام، ده نوعه مش كوندلويد، نوعه سدل، تمام، ولسه هيتشرح السدل بعد كده، تمام. هتلاقي السدل جوينت، تمام. السدل جوينت ده مفصل زلالي بتكون فيه عظمة كونكيف، يعني مكعرة، بتتمفصل مع عظمة تاني كونفكس محدبة، زي ما هو كاتب each bone in a saddle joint resembles a saddle with concave and convex portions that fight together،
يعني هو قصده انت عندك عظمة كونكيف وعظمة كونفكس والاتنين فايت توجذر، يعني بيتمفصلوا مع بعض وبيواجهوا بعض، يعني ما فايت يعني يواجه، فالاتنين بيواجهوا بعض يعني بيتمفصلوا مع بعض زي ما قلت لك. من بعد كده بتلاقي بيقول لك ايه، السدل جوينتس اللاو انجلر موفمنتس سيميلر تو كوندلويد جوينتس بات ويز ا جريتر رينج اوف موشن، يعني قصدي ان السدل جوينتس المفاصل الزلاليه دي نوع المفاصل الزلاليه دي بتسمح بحركات زاويه او بحركه زاويه اكتر اكبر كايه كرينج اوف موشن. يعني هو قصده هنا كمان تاني، السدل جوينتس بتعمل حركات زاوية زي الكوندلويد جوينتس، هي متشابهين في حاجة ومختلفين في حاجة، مختلفين في ايه ومتشابهين في ايه المفصلين دول، نوعين المفصلين الزلاليين دول، سدل جوينتس والكوندلويد جوينتس. ان السدل جوينتس بتعمل حركات زاوية زي الكوندلويد جوينتس، لكن السدل جوينتس بتعمل الحركات الزاوية دي برينج اوف موشن اكبر، يعني مدى حركة اكبر. يبقى انت هنا عندك معلومتين، السدل جوينتس والكوندلويد جوينتس هما الاتنين بيعملوا ايه حركات زاويه انجلر موفمنتس، تمام. تاني حاجه ان السدل جوينتس مدى الحركه فيها اكبر، يعني الرينج اوف موشن فيها اكبر من مين، من الكوندلويد جوينتس، تمام. بعد كده بتتكلم عن المثال بتاع ايه السدل جوينت في الجسم. فالمثال على السدل جوينت في الجسم، يعني ايه مفاصل في الجسم من نوعها سدل جوينت، هي الام سي بي اللي هو ميتاكاربو فالانجيال جوينت اوف ذا صامب، او زي ما كاتب ذا ام سي بي اوف ذا صامب جوينت، تمام. هويتش كان موف باك اند فورس اند اب تو داون ات كان موف مور فيرلي ذان ذا ريست اوف اور فينجرز. المهم هنا هو بيتكلم عن ايه، بيتكلم ان السدل جوينت، تمام، بيتحرك باكتر او باكبر او باكتر حرية، تمام، من مين، من الكوندلويد جوينت اللي هو اساسا مثال في الجسم الريست جوينت والجوينتس اوف ذا فينجرز. فمعنى ان مفصل السدل جوينت بيتحرك برينج اوف موشن اكبر، يبقى ال ايه السدل جوينت الحركه بتاعتها بتكون فاكتر باكتر حريه، تمام. ما انت الرينج اوف موشن اكبر، مدى الحركه اكبر، فالفيرلي او الفري للحركه، يعني سهوله الحركه، تمام، هتبقى اكبر، تمام. فالسدل جوينت المدى الحركه بتاعه اكبر من الكوندرويد جوينت، فمعنى كده ان النوع المفصل الزلالي ده او المثال اللي عليه اللي هو ميتاكاربو فلانجيال جوينت اوف ذا صامب، تمام، بيتحرك باكتر حريه، تمام، من مين، من الريست جوينت او الجوينتس اوف ذا فينجرز اللي نوعهم كوندلويد جوينتس، تمام. بعد كده راح جايب رسمه وموضح فيها الميتاكاربو فالانجيال جوينت اوف ذا صامب، تمام، وموضح في الرسم اللي على ايديك اليمين ايه، موضح فيها العظمه اللي بتكون كونكيف والعظمه اللي بتكون كونفكس واللي بيواجهوا بعضيهم ويعملوا مفصل الزلال ده اللي هو السدل جوينت، تمام. فكده كويس خالص. هنلاقي هنا نوع المفصل الزلالي ده اللي هو البول اند سوكت جوينت. المفصل الزلالي ده بيتكون من عظمه نهايتها مكوره او مدوره وعظمه تانية بيكون فيها تجويف هولو بيدخل فيه كوره العظمه الاولى، تمام. فزي ما هو بيتكلم هنا او كاتب بول اند سوكت جوينتس بوسيسس ا روندد بول لايك اند اوف وان بون فايتنج انتو ا كاب لايك سوكت اوف انذر بون، يعني المفصل الزلالي ده بيتكون من عظمه نهايتها مكوره او مدوره، تمام، وبتواجه وبتدخل في
التجويف تمام، اللي هو السوكت بتاع العظمة التانية. التجويف ده بيكون في شكل كب، بيكون في شكل ايه، كوب. تمام. بعد كده بيتكلم ان المفصل الجلالي ده بيسمح باكبر رينج اوف موشن، يعني اكبر مدى حركة. ومعنى ان هو بيسمح باكبر مدى حركة يعني هو بيقدر يعمل كل الحركات في كل الاتجاهات. نتيجة ايه؟ نتيجة ان الديجريز اوف فريدم اللي هي درجات او عدد درجة اللي هي ايه، ايه هي الديجريز اوف فريدم؟ هي عدد الحركات اللي بيقوم بيها المفصل تمام، او درجات حرية المفاصل تمام. فمعنى ان البول اند سوكت جوينت زي ما انت هتعرف هنا كمان في السلايد ده، ان المثال عليه الشولدر جوينت والهيب جوينت. وانت عارف ان الشولدر جوينت ده الديجريز اوف فريدم فيه بتكون 3، يعني اكبر ديجريز اوف فريدم في الجسم كله بجانب الهيب جوينت. ما الهيب جوينت والشولدر جوينت الاثنين كل واحد فيهم عنده 3 ديجريز اوف موشن، قصدي 3 ديجريز اوف فريدم تمام. فبكده بيكون البول اند سوكت جوينت، يعني ممكن تقول عليه شولدر جوينت، وكمان ما هو الشولدر جوينت والهيب جوينت مثال للبول اند سوكت جوينت. فالبول اند سوكت جوينت او ممكن تقول كمان شولدر جوينت او الهيب جوينت عندهم الديجريز اوف فريدم بتكون 3. فمعنى كده ان هو بيسمح باكبر مدى حركه، ما كله مكمل لبعضيه. ما هو بيعمل اكبر مدى حركه ليه؟ لان الديجريز اوف فريدم فيه بتكون عاليه، بتكون 3، يعني اكبر حاجه في الجسم. ما انت الديجريز اوف فريدم في 3 وفي 1 وفي 2، 3 في الشولدر جوينت والهيب جوينت، واتنين في الريست جوينت، وواحد في الالبو جوينت تمام. فاكبر ديجريز اوف فريدم في الجسم هما في المفصلين الشولدر جوينت والهيب جوينت. فمعنى كده ان المفصلين دول بيسمحوا او بيعملوا اكبر مدى حركة، يعني بيعملوا كل الحركات في كل الاتجاهات. وانت اهو عرفت اني البول اند سوكت جوينتس المثال عليها في الجسم، يعني ايه مفاصل في الجسم نوعها بول اند سوكت جوينت، هم الشولدر جوينت والهيب جوينت تمام. فكده يكون كويس خالص.